السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. هاي محاضرة علم الأدوية الثلاثة للصيدلة لطالبات صيدلة تانية. بدي نحكي اليوم على الـ anterior pituitary hormones، على هرمونات الفص الأمامي من الغدة اللي هي الـ pituitary gland. المرة الماضية حكينا مقدم عن الموضوع، اليوم حنبلش بالأدوية. دائما في الأدوية هبلش احكي بالهرمون الطبيعي، الاشي الاندوجينس الطبيعي اللي موجود في الجسم، وبعدين رح احكي على الريكومبننت فورمز او السينثيتك فورمز اللي اما تصنعت بالدي ان اي او تصنعت باللاب او تم استخلاصها من مثلا زي ما حنشوف بالاف اس اتش والال اتش، تم استخلاصها من بول النساء اللي صار عمرهم او صاروا يعني او صاروا بعد عمر انقطاع الطمث اللي بوست منوبوزال وومن. هلا بدنا نبلش بالانتيريور بيتيتوري هرمونز اند ذير هايبوثالاميك ريجوليشن. الغدد اللي هي الهرمونات اللي تفرز من الفص الامامي من الغده النخاميه وكيف بصير الهايبوثالاموس كيف بتعملها ريجوليشن. All the anterior pituitary hormones are under control بالهايبوثالاموس. تمام، هايبوثالاموك هرمون، هرمون الباثوي بين الانتيريور بيتيتوري والهايبوثالاموس. And they all regulate production of other hormones by peripheral tissue. يعني كلهم يعني مثلا بطلع ال FSH وال LH بأثروا على إفراز هرمونات من تشوز المبايض والتستس، بينما البرولاكتين هو الوحيد اللي بيشتغل مباشرة على العضو من غير ما إنه يخليه يفرز هرمونات، زي إنه البرولاكتين بيروح على الغدد أو مش الغدد، بيروح على النسيج الثدي وبيؤدي إلى إفراز الحليب ونمو النسيج الثدي وغيره. هو افراز الحليب، البرولاكتين افراز الحليب، اتوقع نمو الثدي الاستروجين. الاف اس اتش والال اتش والتي اس اتش والادرينوكورتيكوتروبيك هرمون اي سي تي اتش ار سبجكت تو فيدباك ريجوليشن باي ذا هرمونز هوز برودكشن ذي كنترول. يعني مثلا الاف اس اتش والال اتش مثلا ممكن يزيدوا من افراز الاستروجين من المبايض مثلا، بس لما يزيد الاستروجين كثير هدول الهرمونات بيقلوا افرازهم من البيتوتري جلاند، فهي اسمها فيدباك انهبيشن. انت اخذتي عنها بالاناتومي، احنا هون بيهمنا الادويه. طيب هلا حنحكي على الجروث هرمون والميكس هرمون. الجروث هرمون او جي اتش، هذا طبعا هذا الشيء الاندوجينس الطبيعي في الجسم. الجروث هرمون از ريكوايرد فور نورمال جروث في التشايلد هود والادولسنس والادولسنس اللي هي الطفوله وفتره المراهقه، مهم الجروث هرمون للنمو. وبالنسبه للكبار بالنسبه للادلتس بكون كمان له دور، كمان غير النمو له دور في الريجوليشن تبع الميتابوليزم الليبيد والكربوهيدرات ميتابوليزم. اوكي، فاذا هو مهم بالاطفال وبالمراهقين للنمو، كمان مهم كريجوليتر للليبيد او الكربوهيدرات ميتابوليزم في الجسم اند لين بادي ماس. اوكي، يعني هو له اهميه كبيره في عمليات حرق الدهون والكربوهيدرات، ومهم جدا لنمو الأطفال ونمو المراهقين. Its effects are mediated by regulating the production of insulin like growth factor 1. IGF-1 الانسولين like growth factor 1، هذا بيكون تحت تأثير الجروث هرمون، وهو بيساعد في عمليات حرق الدهون وحرق الكربوهيدرات اللي موجودة في الغذاء وعمليات الميتابوليزم بالجسم. طبعا تحت تنظيم مين؟ الجروث هرمون. يعني الجروث هرمون شغلتين بيعمل، اللي هي الجروث وبناء الجسم، وكمان تنظيم عمليات الحرق عن طريق الاي جي اف 1. هلا نبلش بالادويه، هذا الشيء الاندوجينس الطبيعي. هلا حنبلش نحكي بالادويه. السوماتروبين هو اول دواء رح نحكي عنه. السوماتروبين هو ريكومبيننت فورم اوف هيومن جروث هرمون، تم تصنيعه عن طريق الدي ان اي، ريكومبيننت دي ان اي تكنولوجي، زراعة الخلايا، زراعة خلايا معينة، وهالخلايا بصير تفرز جروث هرمون ووفروا لها بيئة معينة وغذاء وأشياء بصير تفرز جروث هرمون. هذا الجروث هرمون هو إنساني. A recombinant form of human growth hormone is used in growth hormone deficiency، نقص الجروث هرمون في الchildren وفي الأدلتس، نقص هرمون النمو في الأطفال وفي البالغين. طبعا في الأطفال مهم جدا الجروث هرمون عشان نمو الأطفال وعشان عمليات الحرق، وفي البالغين مهم عشان عمليات الحرق. بدنا نحكي احنا طبعا يعني عارفين قديش اهميه انه الطفل يتابعه طبيب اطفال، وانه الطفل يروح على طبيب اطفال،
وطبيب الأطفال هذا يصير يتابع نمو الطفل، وزنه وطوله، وهي الأشياء اللي بيعملوها عادة مع الأطفال من هو بيبي صغير من عمره أيام، وتبلش هاي الملاحظات على النمو وعلى ردات الفعل على كل هالأشياء. مهمة جدا إني أنا طبيب أطفال يشرف لي عليها. And treatment with children with genetic disease associated with short form زي Turner syndrome, Noonan syndrome, Prader-Willi syndrome. طبعا انا حطيت هون كم من صوره. هاي نونان سيندروم، بيكون الـ 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 الكتف كتير عريض، الرقبه بتكون هيك عريضه، وبضل الشخص عنده قصر في القامه، وبكون الشخص هو ما بيقدر انه يعني ما بيقدر انه يخلف، بيكون او ما بيقدر انه ينجب. هاي اتوقع انها هاي التيرنر، هاي تيرنر، اتوقع هاي التيرنر. اوكي، هاي هون النونان. النونان بكون فيه تشوهات، طبعا بكون كمان الحجم صغير، حجم الجسم زي ما احنا شايفين حجم الجسم بكون. هاي نونان، هاي تيرنر، هاي تيرنر. الرقبة والكتاف كتير عراض ومشاكل في القامة ومشاكل في الإنجاب. بينما النونان سيندروم زي ما احنا شايفين في تشوهات بتكون في الجمجمة والرأس، في تشوهات بتكون في الجمجمة والرأس، والطفل ما بيكبر حجمه، بيضله حجمه صغير. بالإضافة بالإضافة إلى أنه بكون يعني بكون معاه يعني تخلف عقلي أو ضمور في الدماغ أو عدم نمو في الدماغ. المهم هذا بالنسبة للترنر والنونان سيندروم. طبعا كلهم يعني لهم علاقة بقصر القامة وقلة الجروث هرمون، هاي كلها مشاكل جينية. البرادر ويلي سيندروم كمان بكون الطفل بكون كمان يعني يرتبط بقصر القامة وقلة الجسم، وبصير عنده الاتروفي اوف ذا مسل، المسلز بتضعف. الطفل كمان بكون معرض كثير للتايب 2 دايابيتس بالبرادر ويلي سيندروم. هذول كلهم نقص الجروث هرمون هو سببهم، مشاكل جينية، وتم علاجها بأنه المريض يأخذ سوماتروبين اللي هو فورم من الجروث هرمون تم تصنيعه عن طريق الدي ان اي. طبعا كيف بيتاخذوا؟ بيتاخذوا عن طريق السبكوتينيوس انجكشن في تحت الجلد بنحط. In adults it has efficiency in treatment of AIDS associated wasting and growth deficiency. مرضى الايدز ممكن من كثر الامراض اللي بتصير معهم او من قد ما جسمهم بيتعب بصير عندهم wasting في العضلات في الجسم، فبياخذوا الجروث هرمون على اساس انه الجسم ما يصير فيه هزال وضعف كثير. Improve gastrointestinal function in patients who undergo intestinal resection and have malabsorption. شو يعني هذا الحكي؟ هلا احنا حكينا بالايدز بيشنت عشان الويستنج اللي هو بصير الضبور اللي بصير عندهم في العضلات وفي الجسم، فممكن الجروس هرمون يعني يعالج هاي المشكله. وكمان في حاله الناس اللي صار عندهم انتستينال ريسكشن. شو يعني انتستينال ريسكشن؟ يعني مثلا شخص صار عنده كانسر في الانتستين وشال الكانسر مع جزء من الانتستين، شخص مثلا صار عنده هارت فيلر وجزء من الانتستين صار فيهم جانجرين وشالوا جزء من الانتستين، مثلا هاي الاسباب، مثلا شالت الانتستين بسببها او جزء من الانتستين، فصار عنده مال ابزوربشن، صار عنده سوء امتصاص. هذا الشخص معرض كثير لانه يصير في عنده ويستنج في جسمه، يصير عنده هزال في جسمه، فممكن ياخذ الجروس هرمون انه يمنع يصير ويستنج للعضلات في جسمه. الجروس هرمون له انتي ايجينج افكت، له يعني محارب للشيخوخه بالانيمال ستاديز. والأثليت الرياضيين بياخذوه بطريقه غير شرعيه، طبعا ممنوع الرياضيين ياخذوه، ممنوع ياخذوا الجروس هرمون واتس انالوجز، ممنوع ياخذوه. بياخذوه هم عشان يزيدوا المسل والبرفورمانس، التحمل والاداء الرياضي تبعهم. طبعا الاولمبيكس لما تيجي تفحص المنشطات ما تفحص الجروس هرمون، تفحص كمان السلبيوتامول، تفحص كمان السلبيوتامول. تمام، السلبيوتامول حكينا بفارما واحد انه هو بزيد العضلات، بزيد من يعني حجم العضلات وبزيد الانجورس. فشو بصير مع مريض يعني الاولمبيكس او اللجنه الرياضيه بتسمح له بتركيز معين، تركيز علاجي من السلبوتامول اللي هو دواء الرئه او دواء الازمه.
الرياضيين مرات اللي هم بيغشوا بهاي اللعبة بيروحوا بياخدوا كمية عالية من السلبوتامول عشان تعمل زيادة في حجم العضلات. طبعا هذا يعتبر غش ويعتبر زي المنشطات. اللي بياخدوا جروث هرمون كمان ممنوع، باند باي اولمبيك كوميتي، منعته اللجنة الأولمبية، باند منعت ياخذ جروث هرمون، ياخذ سلبوتامول فوق تركيز معين، ياخذ منشطات، ياخذ ستيرويدز، كل هالاشياء ممنوع ياخذها الرياضي، لانه هاي كلها راح تؤدي الى انه يزيد حجم العضلات عنده ويصير عنده انديورنس عالي. بس هذا غش، هذا مش بطرق شرعيه، مش مثلا لعب رياضه ولعب اثقال واشتغل على الغذاء، لا اخذ ادويه واختصر الطريق. طيب السايد افكتس لهذا الدواء ممكن يعمل عند طبعا هي نادره جدا، سودو تيومر سيريبري، يعني نوع من التيومر اللي ممكن يصير في الدماغ، بس هو رير نادر جدا. سليب كابيتال فيمورال ابيفيسز، هاي الحاله هاي بتصير بالفيمورال بون اللي هي عظمه الفخذ. مرات الجروث هرمون يؤدي، هو الطفل عم بياخذ الجروث هرمون عشان عنده مشكله، نقص بالجروث هرمون، مشكله جينيه. هلا الجروث هرمون يؤدي الى نمو الفيمورال بون زياده، فبتطلع من الـ المكان اللي هي محطوطه فيه بالحوض، بتطلع لانه نمت زياده. طبعا هاي يعني طبعا هاي مشكله، طبعا احنا بنحكي عنها يعني زيادة نمو الفيمورال بون وتطلع عن السوكت بتاعتها اللي موجودة في الحوض. اوديما اند هايبرجلايسيميا، ممكن يصير عنده اوديما، يصير عنده يعني احتباس للسوائل وارتفاع في السكر. بالادلتس بشكل عام ويل توليربل، يعني السايد افكتس بتاعته اقل من التشيلدرن. ممكن يصير عنده اوديما، مايليجيا وارثريجيا، الام في العضلات وفي المفاصل. هاي بالنسبة ل الجروث هرمون السوماتروبين اللي هو الانالوج تبعه. بدي احكي هلا على الميكاسيرمين. الميكاسيرمين بنعطى للاطفال اللي عندهم مشكله في القامه، عندهم مشكله في الجروث، عندهم مشكله في النمو تبعهم، بس لما اخذوا الجروث هرمون ما عطى نتيجه معهم. فمشكلتهم مش بالجروث هرمون نفسه، مشكلتهم بالانسولين لايك جروث فاكتور 1. هذا اللي عندهم بتكون المشكله فيه، فساعتها بياخذوا الميكاسيرمين اللي هو نوع او يشبه او دي ان اي ريكومبيننت فورم من الاي جي اف 1. سمول جروب اوف تشيلدرن وذ جروث فيلر اللي هم عندهم مشكله بالجروث، هو ار نوت ريسبونسيف تو جروث هرمون، ما بيستجيبوا للجروث هرمون، ار ديفيشنت ان انسولين لايك جروث فاكتور 1، عندهم مشكلة في هذا الفاكتور. فالميكاسيرمين هو ريكومبيننت هيومن اي جي اف 1 اند ادمنسترد بارنترني بالعطا سبكوتينيوس لهدول التشيلدرن، بس له سايد افكت، ممكن يعمل هايبوغلايسيميا، فمشان هيك لازم ياخذوا المريض يعني بعد الاكل، يعني المريض ياخذ الوجبه وبعدين ياخذ السبكوتينيوس ميكاسيرمين. في منه لونج اللي هو لونج تيرم الميكاسيرمين فايبريت، هذا لونج هاف لايف، بطول في الجسم فتره اكثر. طيب نشوف هلا الجروث هرمون انتاجونست. هلا احنا حكينا على الجروث هرمون اجونست اللي هم بيشبهوا الجروث هرمون او بيشبهوا الاي جي اف 1 اللي هو تحت مسؤوليه الجروث هرمون. هلا بنحكي لا، احنا عندنا في الجسم في زياده من الجروث هرمون، زياده غير طبيعيه، وبدنا نقاوم هاي الزياده، بدنا نقلل من اثر الجروث هرمون لزياده اللي في الجسم. جروث هرمون سكريتنج بيتوتري ادينوماز كوز اكروميجالي، يعني اذا المريض عنده ادينوما او ورم عم بيزيد من افراز البيتوتري جلاند للجروث هرمون، حيصير عنده اكروميجالي، تضخم الاطراف بالادلتس، وجايكانتزم بالتشلدرن، عملاقه في التشلدرن والمراهقين. اذا الكبار بصيروا عندهم تضخم بالاطراف وعملاقه في الاطفال والمراهقين اللي هي الجايكانتزم وجايكانتزم. التريتمنت للجروث هرمون اكسس شو بتصير؟ انه نمنع الجروث هرمون سكريشن او نمنع الشغل تبع الجروث هرمون. هنحكي على الاشي الطبيعي وبعدين حنحكي على السينثيتك فورمز، الاشياء اللي هي الصناعيه اللي بتشبه الاشي الطبيعي.
ليش الطبيعي في الجسم اللي بيعمل تنظيم للجروث هرمون انه انا يكون عندي الجروث هرمون طبيعي في الجسم، الحاجه اللي بيحتاجها جسمي من غير اي زياده او نقصان، لانه الزياده حتعمل تضخم او عملاقه، والنقصان حيعمل قصر قامه ويعمل مشاكل اخرى. فالسوماتوستاتين هو الهرمون الطبيعي في الجسم اندوجينس اللي بيخلي الجروث هرمون بالمجال الطبيعي. السوماتوستاتين ما لخبط بينه وبين السوماتروبين، اوكي؟ هذا سوماتروبين، هذا صناعي يصنع عن طريق الريكومبيننت دي ان اي شو اسمه سينثيسيس. اما السوماتوستاتين هو هرمون يتم افرازه في الجسم اندوجينس طبيعي، انهبت الجروث هرمون ريليز الجلوكاجون والانسولين والجاسترين، بعمل انهبيشن لهدول الهرمونات هاي. طب شو فايده الانهبيشن؟ هاي شغله توازن في الجسم، هاي يعني ما بس الجروث هرمون يشتغل على كيفه، الجروث هرمون بيشتغل بالحدود اللي هي جسمي بيحتاجها، سوماتوستاتين بيحافظ على هاي الحدود، هاي الليمتس. طيب هلا حنبلش نحكي على الادويه اللي بتشبه السوماتوستاتين، بتشبه الاشي الاندوجينس. اول دواء حنحكي عنه اللي هو الاكريوتايد، بنعطى سبكيوتينوس انتراماسكولار، والانتريوتايد بنعطى انتراماسكولار. هذول لونج اكتنج سوماتوستاتين انالوجز، كيميائيا هم هذول مواد كيميائيه تم تصنيعها بتشبه السوماتوستاتين في الشكل الكيميائي، بس هم لونج اكتنج بيطولوا بالجسم، يستخدموا لعلاج الاكروميجالي، يستخدموا لعلاج تضخم الاطراف، اوكي؟ ايوه يستخدموا لعلاج تضخم الاطراف. تضخم الاطراف بصير هذا مع ال بصير تضخم الاطراف يعني بصير ايوه بصير تضخم الاطراف يعني بيكون يعني هو من اسمه تضخم الاطراف، بتصير الايدين والرجلين كثير كبار، الفك كثير كبير، هو بيكون الجروث هرمون صار فيه لخبطه على بالادلتس مش في التشيلدرن. اتوقع انكم اخذتوا هيك شيء في المدرسه، اتوقع انكم اخذتوا هذا الحكي بالاحياء في المدرسه. طيب المهم الكارسينويد نوع من الكانسر، السلو جروينج كانسر اللي بصير بالفيسرال اورجانز بالاحشاء من جوا، جاسترونوما والجلوكونوما، هاي كلها انواع من الكانسر، اند اذر اندوكراين تيومرز. اذا هذول الكانسرز كلهم ممكن انهم يزيدوا من يزيدوا هذول الكانسرز كلهم، الاكروميجالي وهي انواع الكانسرز كلها ممكن انها تتاثر بسبب زياده افراز الجروث هرمون او تاثر بالجروث هرمون. فبنعطي هاي الادويه اللي هي جروث هرمون انتاغونست، وهاي الادويه واللي هي عفوا مش جروث هرمون انتاغونست اللي هي تمنع افراز الجروث هرمون فبتسيطر على هاي الانواع الكانسرز او انواع الاورام هاي. هلا انتراماسكولار انجكشن من الاكريوتايد واللانتريوتايد بتنعطى ادمنسترد افري 4 ويكس، يعني ابره واحده انتراماسكولار كل 4 اسابيع. هم لونج اكتنج بيطولوا في الجسم، واحنا عارفين انه الانتراماسكولار ممكن يعمل ديبوت، ممكن يعمل مخزون في العضله. سايد افكتس جي اي تي ديستربانس، جول ستونز، حصوات في المراره، كارديو كوندكشن ابنورماليتيز، مشاكل في خفقان القلب. البروموكريبتين هو دوبامين دي 2 ريسبتور اجونست، ضبطوها عندكم، اجونست مش انتاجونست، ضبطوها عندكم دوبامين اجونست. هلا لما نعمل اجونست على الدوبامين شو بصير في البرولاكتين؟ بصير انهبيشن للبرولاكتين، افكتيف ات انهبيتنج برولاكتين. احنا عارفين انه زياده الدوبامين في الجسم بيعمل انهبيشن طبيعي للبرولاكتين من البيتوتري جلاند، ونقصان الدوبامين في الجسم بيعمل انه زياده لافراز البرولاكتين من البيتوتري جلاند. عشان هيك حكينا الفارما 2 مريض الباركنسون بسبب نقص الدوبامين شو بصير عنده؟ بسبب نقص الدوبامين بصير عنده جاينوكوماستيا، بصير عنده زياده في حجم الثدي الميل، لانه يعني طبيعه المرض نقص الدوبامين، فلما ينقص الدوبامين البرولاكتين بيعلى لحاله. اي شيء بيعلي الدوبامين بنقص البرولاكتين، اي شيء بنقص الدوبامين بيعلي البرولاكتين. High doses are used in small growth hormone secreting tumors اللي هي tumors اللي في اللي بتفرز growth hormone tumors في pituitary gland administered orally for hyperprolactinemia
ارتفاع البرولاكتين في الدم والباركنسون، حكينا عنه في الباركنسون اوكي، بس حكينا اغلب ادويه الباركنسون بعد فتره بصير تولرانس. سايد افكتس جي اي تي ديستربنس، ممكن يعمل يعني داي الجي اي تي، يعمل مشاكل في الجي اي تي. اورثوستاتيك هايبوتنشن حكينا عنها بالفارما واحد اذا متذكرين، قلنا الدوبامين ممكن انه يعمل اللي هي فازو دايليتيشن في منطقه اللي هي الميزنتريك، منطقه الاحشاء او منطقه البطن، فممكن يؤدي الى هايبوستاتيك او اورثوستاتيك هايبوتنشن. هيدك، سايكياتريك ديستربنس، مشاكل في يعني ممكن يظهر عندنا مشاكل نفسية. متذكرين احنا لما حكينا فارما 2 على الأمراض النفسية، قلنا في عندنا طريقتين كانت للعلاج بالأمراض النفسية. الطريقة القديمة كانوا يسكروا الدوبامين ريسبتر، الطريقة الجديدة بيستهدفوا بيسكروا السيروتونين ريسبترز. فالدوبامين ريسبترز، الدوبامين له تأثير على الحالة النفسية، ممكن يعمل مشاكل نفسية لما يزيد في الجسم عند بعض الناس. عشان هيك الليفو دوبا ممنوع ينعطى اللي يكون شو انديكيتد على اللي عنده سايكوزز، اللي عنده أمراض نفسية، انه حيخليه هلوس، حيخليه ينجن. فزيادة الدوبامين عند بعض الناس او انه اعطيه اشي يرفع الدوبامين او يحفز الدوبامين ريسبترز، ممكن يعمل عنده زيادة في الأمراض النفسية. بازوسبازم، فازوسبازم تقلصات في البلد فيسلز. بالفارما واحد حكينا الجرعه القليله من الدوبامين بتعمل فازو دايليتيشن وهايبوتنشن، والجرعه الاعلى شوي بتعمل سبازم، بتعمل تضيق في الاوعيه الدمويه. ف يعني ما تستغربوا انه هون عم نحكي هايبوتنشن، هون نحكي سبازم، يعني هون نحكي دايليتيشن، هون نحكي كونستركشن. ما تستغربوا، الجرعات القليله بتعمل هايبوتنشن، الجرعات الاعلى شوي بتعمل سبازم. البيج فيسومانت هذا جروث هرمون ريسبتر انتاغونست، يوز فور تريتمنت للاكروميجالي، بيتاخذ سبكيوتينيوس للاكروميجالي، تضخم الاطراف في الادلتس. سايد افكتس انكريز ليفر انزيمز، بيزيد من انزيمات الليفر او هو بيعمل ليفر اندكشن. طيب الفوليكل ستيمولاتينج هرمون اف اس اتش ريتلايزينج هرمون ال اتش اند ذير انالوجز، اذا هاي السلايدة ما لقيتوها على طول بعد هذا الموضوع، اتوقع انكم ممكن تلاقوها باخر ال شو اسمه النوتات. اذا ما لقيتيها موجوده عندك بعد الجروث هرمون تلاقيها باخر النوتات ان شاء الله، اني انا اكون حطيتها صح، حطيتها بعد هالموضوع. اذا ما كنت حطيتها بعد هذا بتلاقيها بالاخر موجوده، يعني بعد التشابتر اتوقع السكري وكذا بتلاقيها. follicle stimulating hormone اللي هو ال FSH وال utilizing hormone اللي هو ال LH and their analogs. بدي احكي على موضوع مهم اللي هو موضوع ال يعني موضوع اللي هو ال ovarian hyperstimulation syndrome. طيب in women FSH directs follicle development، ال FSH مسؤول عن نضج او البويض انها تنضج، whereas FSH and LH collaborate in regulation of ovarian stereoendogenesis اللي هو انه تصنيع الهرمونات من الاوفريز. طيب synthesis of steroids adrenal، تصنيع الهرمونات اللي بيحتاجها الجسم. طيب in men، هذا طبعا في الومن، في المن شو بيعمل؟ FSH is the primary regulator of spermatogenesis اللي هي ال FSH في الرجال بيؤدي الى تصنيع او ايوه تصنيع صح، تصنيع السبيرمز، تصنيع الحيوانات المنويه. وال LH هو المين ستيمولس فور تستيكولار اندروجين برودكشن، ال LH هو يؤدي الى افراز او زياده انتاج الهرمونات الاندروجينز من التستيكلز من الخصيتين. الجونادوتروبينز اند ذير انالوجز ار يوزد ان كومبينيشن تو stimulate spermatogenesis in infertile men and induce ovulation in women. يعني بنستخدم الجونادوتروبينز وذير انالوجز، الادويه هذول اللي حنحكي عنهم اللي بتشبهوا الاف اس اتش والال اتش، او ممكن يكونوا اف اس اتش والال اتش تم استخراجهم من بول النساء اللي هم بعد انقطاع الطمث عنهم. هذه الهرمونات يتم استخدامها في علاج في زياده انتاج الهرمونات المنويه عند الرجال اللي هم infertile، اللي عندهم قله في الخصوبه، وinduce ovulation in women بيزيدوا من انتاج البويضه عند النساء، فبيعالج مشاكل الانجاب.
بس احنا في عنا مشكلة فيهم هذول الاثنين. المشكلة اللي عنا فيهم انه المشكلة اللي عنا فيهم انه ال انه المرضى الاطباء بشكل عام بيكونوا الاطباء بشكل عام بيكونوا مهملين، او بيكون يعني في عندهم نوع من الاستخفاف في اعطاء هاي الادويه للمريض. يعني مرات الطبيب بهمه شغله انه مثلا جاي عنده واحده، يعني جاي عنده زوجين بدهم يتعالجوا من مشاكل الانجاب، مو قادرين ينجبوا، بهمه الطبيب مرات النتيجه، المهم انه هلا هاي الام انها تحمل، هاي الزوجه انها تحمل، اوكي، لدرجه انه ما بهمه اذا ضرها، اذا عملها مشاكل هيك بتصير عنده الشغله. فمشان هيك بتصير يعني بتصير مرات اعراض جانبيه خطيره من انه الواحده عم تاخذ هاي الهرمونات فترات طويله وشهر ورا شهر من غير متابعه الحاله الصحيه تاعتها. في بعض النساء لدرجه انه خلاص حفظوا البروتوكول، بيروحوا بيعملوا لحالهم، اوكي، بيروحوا لحالهم بياخذوا هدول الجونادوتروبينز والانالوجز تاعتهم لحالهم، بياخذوها عارفين مثلا اليوم الاول كذا، اليوم الثاني كذا، بعدين يعني اليوم، يعني بصير هم يحددوا، ويعني وعارفين البروتوكول، سمعوا عنه، عرفوا من حدا من راح على الدكتور عمل لها البروتوكول، بصير يعملوه لحالهم على اساس انه يعني انها تزيد من احتماليه انجابها. بدي احكي لكم انا الخطوات الصحيحه اللي لازم تنعمل، وبعدين ححكي على امثله بتصير في العيادات، والامثله هاي طبعا امثله خاطئه. اول شيء المفروض انه الطبيب لما تيجي عنده المراه الزوجين عندهم مشاكل في الانجاب، لازم يطلب من الرجل يفحص السائل المنوي تبع الرجل، لازم هذا الاشي ينعمل. بس ايش نقعد احنا نعطي الزوجه هرمونات وعلاجات واندكشن للاوفيوليشن كله واحنا مش عارفين شو وضع الحمايه المنويه عند الرجل؟ فلازم الزوج يفحص الحمايه المنويه تبعته، نعرف في عنده عدد، في عنده اي مشكله، في عنده اي شيء، يعني بدنا نعرف هلا مش المشكله جاي من وين، هذه اللي احنا هاي المشكله، اي اثنين مش عارفين ينجبوا، المشكله في مين؟ هاي مش شغله مشكله، هذه يعني هذا الموضوع لازم احنا يعني نحاول نتعامل معاه بحساسيه اكثر من هيك، مش شغله مباشره. المشكله في مين؟ لا يعني مرات مش بتكون المشكله في حدا، مرات يعني في كل عمليه جماع نسبه تصير الحمل 20%، تمام؟ صحيح انه عشان يصير الحمل كل يعني 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 يحتاج الى بس حيوان منوي واحد يوصل للبويضه، بس مرات هذا الحيوان المنوي مش قادر يوصل للبويضه. لما احنا نقعد نفكر انه الحيوانات المنويه تدخل لجوا الرحم، لا، الحيوانات المنويه لما تخرج في السيرفكس، تخرج في القناه قبل عنق الرحم حتى، بعدين هي بصير تسبح طريق طويل لقناه فالوب. في كثير حيوانات منويه ما بتقدر توصل، يعني عشان يوصل هذا الواحد نسبة انه يوصل 20% نسبة قليلة من كل عملية جماع، ويصير في حمل، ما ننسى يصير عملية الجماع في وقت الاوفيوليشن، في يعني في لها اكثر من يعني اكثر من محاذير واكثر من عامل، كيف؟ فمشان هيك مش دائما لازم نروح ندور بمين الغلط، هي اول شغلة. ثاني شيء اذا بده الزوج والزوجة يعملوا الاوفيوليشن اندكشن بروتوكول، هذا البروتوكول لازم تكون صحة الزوجة بتسمح، لا انه عندها تضخم في المبايض، ولا عندها خلل هرموني، ولا عندها مشاكل صحيه. ممكن هالمشاكل الصحيه اذا اخذت مشاكل في القلب، مشاكل في الضغط، مشاكل في التجلطات، اذا اخذت هاي الاشياء ممكن هاي المشاكل الصحيه تؤدي الى انها تتطور، او تؤدي الى انه تظهر عندها مشاكل لايف ثريتنينج، مشاكل خطيره جدا على صحتها. هذه هي المشكله اللي بتصير. المشكله انه الاطباء بهمهم النتيجه انهم يطلع صيت لعيادته انه هو الطبيب عالج هاي المشكله للزوجين، صار الحمل وانتهى، المهم كيف المهم صار الحمل، هذا الصيت اللي بده اياه الطبيب. فبتصير عندنا مشكله انه بتصير عندنا مشكله انه المراه ممكن تطلع من هذا الموضوع بصحه سيئه جدا وبحاله مرضيه خطيره جدا ولايف ثريتنينج. Ovulation induction protocols are complex. They require close monitoring. وهذا الإشي ما بصير أغلب الأشياء بتصير برا العيادة. يعني الطبيب بقول مثلا للزوجة بتاخدي هاي الإبر يوم كذا من الدورة، يوم كذا يوم كذا يوم كذا، وأشوفك بعد شهرين، ممكن صار الحمل، هين شفتك ما صارش الحمل، الله أعلم، ضلك عيدي في البروتوكول تتحملي.
طيب شو اللي بصير؟ اللي بصير انه هو بده كلوز مونيتورنج، لازم انا اراقب صحه المراه وضغطها ووضع المبايض عندها وتجمع السوائل بجسمها وحتى ممكن الالكترولايت، عشان في حال انه صار عندها اي لخبطه في الالكترولايت بالجسم. must avoid two common serious side effects. في عندنا كثير side effects خطيره ممكن تصير. اول side effect اللي هي multiple pregnancies، اللي هي انه الحمل بالتوائم. هنيجي لنحكي طب الحمل بالتوائم منيح. رحم الانثى الله خلقه يحمل بتوأم اثنين، ذكر وانثى، يعني اثنين تو بيبيز، ذكر وانثى 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 او ذكر وذكر، المهم بس يحمل تو، يعني في حالات نادره ثري، بس اللي بتقدر الانثى انها تحمله اللي هم تو. هذا الرحم رحم الانثى مش زي رحم البسه والارنب، رحم الانثى بيقدر يحمل اثنين، وفتره الحمل 9 شهور احنا بنحكي. طيب المالتيبل بريجننسيز اللي هم اللي بتحمل باربعه بخمسه، اول اشي في خطر على صحه الام، هي اول اشي صحه الام. اوكي تاني شغله في عنا مشكله اللي هي انه البيبيز هدول شو وضعهم الصحي لما يطلعوا، رح يكون شو نموهم، هيقدر يكملوا للتاسع؟ طب لما يطلعوا شو رح يحتاجوا؟ رح يحتاجوا خداج، رح يحتاجوا اكسجين، في منهم حينولدوا عندهم مشاكل في التطور ومشاكل في النمو ومشاكل اخرى، لانه يعني ما اخذوا الاشي الطبيعي اللي بيحتاجوه من جسم امهم من رحم الام. احنا عم نحكي على يعني مرات الطبيب بيضطر، صار مرتب صار اربعه خمسه بيضطر يولدهم قبل وقتهم، بيضطر يولدهم بالشهر مثلا لسه ما كملت فيهم الشهر، صح؟ بيضطر لانه حالة البيبي ما بتسمح وحالة الأم ما بتسمح. فهاي إحنا مشكلة مالتيبل بريجننسيز، ما إحنا نسمع القصص إحنا على التلفزيون وعلى الأخبار وإحنا بنفكر أوكي إشي حلو، بس اللي بصير إنه إحنا ما بنعرف شو عم بصير بعدين، ما بنعرف شو وضعهم الصحي هدول الأطفال، كيف بيكبروا، مين عنده تخلف، مين اللي عنده نقص في النمو، مين عنده ضمور، مين عنده مشاكل تانية، مين صار عنده نقص أكسجين. هاي الأشياء إحنا ما بنعرفها، إحنا بنسمع الخبر خلفوا خمسة ما شاء الله حلو كتير والله كي، يعني المالتيبل بريجننسيز هاي حاله صحيه مش منيحه لا للام ولا للاطفال. اذا اول سايد افكت خطيره من الاوفيوليشن اندكشن بروتوكول المالتيبل بريجننسيز. ثاني شغله اوفيريان هايبر ستيميوليشن سيندروم، هاي حاله لايف ثريتنينج خطيره جدا ممكن تؤدي الى الموت. شو بتصير في الاوفيريان هايبر ستيميوليشن سيندروم؟ بصير اوفيريان انلارجمنت تضخم بالاوفريز، طبعا هذا البروتوكول بيعمل تضخم في الاوفريز، عشان هيك اللي عندها اوريدي تكيسات وتضخم في الاوفريز ما بصير تاخده. اللي بنشوفه انه الواحد بيكون عنده تكيسات، تكيسات مبايض واكياس، والمبايض كل واحده هالقد بتكون كثير كبيره المبيض، ورغم ذلك الطبيب بمشيها على هذا البروتوكول اللي هو اصلا بسبب تضخم المبايض. شو بده يصير في المبيض؟ بده ينفجر. السايتس اللي هي تجمع السوائل زي الأوديما، هايبوفوليميا اللي هو بصير يقل حجم الدم، سوائل بالدم بتخرج، بوسبلي شوك، ممكن يصير شوك وده، تصير صدمة زي صدمة في الجسم لأنه قلت السوائل في الدم وقلت الضغط كتير. طبعا هاي حالة جدا خطيرة، عشان هيك الاندكشن بروتوكول لازم تكون تحت إشراف طبي، مش على كيف الطبيب خذي هالابر وروحي حملتي حملتي ما حملتيش الله يعني كيف هتدرب كل شعر كل شعر. هي مو عارفه هاي المخاطر، طبيب ما فهم هاي المخاطر. اوكي طبعا وهي بتاخذ الاوفيريان هايبر ستيميوليشن سيندروم، جسمها بنفخ على الاخر من تجمع السوائل في جسمها، من الاسايتس بصير بجسمها السوائل عم تطلع من الدم وتتجمع في الجسم في البطن في الرجلين بالصدر، تجمع هاي السوائل بصير ممكن يصير عندها شوك، ممكن يصير عندها صدمه، هبوط حاد في الضغط، تضخم المبايض، هاي كمان مشكلة تانية. فمش أي حدا بنفع ياخذ الأوفيوليشن إندكشن بروتوكول، بدنا أول شيء نتأكد إنه الرجل ما عنده مشكلة، مش مشكلة ما عنده ضعف في الحمايات المنوية، ما عنده مشكلة في اللزوجة، ما عنده كل الأشياء، على أساس إنه نتأكد إنه لما تاخذ هذا البروتوكول إنه حيكون إنه فايدة، مش تاخذه على الفاضي وهي عم تاخذ فيه شهر ورا شهر ورا شهر، طبعا شهر ورا شهر هذا غلط، بس هو هذا اللي بيتبعوه الدكاترة، شهر ورا شهر بضلها تاخذ فيه هاي الهرمونات. الزوج مثلا ما عنده حيوانات منويه او عنده مشكله في اللزوجه، فالحيوانات المنويه اصلا ما عم توصل للبويضه، هي عم تاخذ هذا البروتوكول، هاي كمان مشكله. طيب الاوفيوليشن اندكشن بروتوكول كيف بصير؟ اول شيء انهبيشن اوف اندجينس جونادوتروبين، الجونادوتروبينز الطبيعي الاف اس اتش والال اتش الطبيعي في الجسم بيعملوا له انهبيشن. بعدين
follicle development by daily injection of FSH or FSH analog. بعدين بصيروا يعني يوقفوا ال FSH وال LH الطبيعي بالجسم، وبصيروا هم يعطوا FSH أو analogs لإله بجرعات معينة عشان يؤدوا إلى نمو البويضة، البويضة تكبر كثير. طبعا هذه البويضة لما تكبر تخيلوا قديش الرحم بده قديش المبيض بده يكبر معها، تخيلوا عندها تكيسات ولا عندها تضخم في المبايض بسبب خلل هرمونات معينة. Oocyte maturation by injection of LH or LH analogs. يعني بعدين بس يصير انه في كم يعني صار ديفلوبمنت للفوليكلز، بصير هلا الفوليكل لا بدها الفوليكل هاي او البويضه هاي هلا تكبر، عشان كل ما كبرت هاي البويضه، البويضه كل ما تكبر بصير القشره تاعتها الغلاف تبعها اسهل على الحيوان المنوي انه يخترقه. في شغله ثانيه، يعني ليش انا بقول لكم نسبه انه كل عملية جماع يصير حمل، عملية جماع في فترة الإباضة يصير حمل 20%، ممكن يعني بعد كل هالرحلة الطويلة من خارج الرحم لجوا الرحم لجوا قناة فالوب للثلث الأول من قناة فالوب يوصل حيوان منوي، ممكن يوصل، بس ممكن لما يوصل حيوان منوي وما يقدر يخترق الغلاف تبع البويضة. البويضة لها غلاف، في إشي، في حكمة من ربنا، والحكمة هاي بتعملها الحيوانات، إحنا البشر للأسف ما بنعملها. الحكمة هاي انه احنا لما نشوف احنا على التلفزيون الغزالة واقفة على جنب وغزالين قاعدين بيتقاتلوا، الانثى هاي ما بتختار اي ذكر، بتختار الذكر الاقوى لانه بدها جيناته عشان تنتقل لها على اساس استمرار هاي الفصيلة. اللي بصير نفس الشيء، البويضة اللي موجودة في المرأة، هاي البويضة ما بتسمح لاي حيوان منوي يخترقها. بصير في ناتشرال سيلكشن، اختيار طبيعي، الاختيار الطبيعي معناه اقوى حيوان منوي هو اللي بيقدر يخترق البويضة. فال LH شو بيعمل؟ بكبر حجم البويضة فبيقل الغلاف اللي عليها، فبصير سهل على الحيوان المنوي انه يخترقها. بس بالحالة الطبيعية، الحالة الطبيعية يعني في بحث مرة قرأته على موضوع انه الأطفال اللي انولدوا بطرق طبيعية من غير أي مساعدات زي مثلا الأوفيليشن اندكشن بروتوكول أو زي أطفال أنابيب، الأطفال هدول يتمتعوا بذكاء أعلى. ليه؟ لأنه الحيوان المنوي اللي أنتجوا منه هو حيوان منوي اقوى من الحيوانات المنويه الاخرى. البويضه بتنقي، بتعمل سيلكشن، البويضه بتعمل سيلكشن لاقوى حيوان منوي موجود، واقوى حيوان منوي هو اللي بيقدر يخترقها. فيعني انا مش ضد هاي الطريقه، في ناس صعب يحملوا من غير هاي الطريقه، انا مش ضدها، بس هاي الطريقه بدها مراقبه، بدي انا اكون عارفه السايد افكتس وبالمخاطر اللي ممكن تصير فيها، لازم اكون انا واضحه معي ويكون عندي كمان تصور منطقي للموضوع. إذا Oocyte maturation by injection of LH or LH analogs اللي هو ال HCG، هرمون ال HCG اللي هو ال LH analog حنحكي عنه إن شاء الله. طيب أنا بدي أوقف هون، حنحكي على هذا الموضوع، يعني هذا الموضوع أنا يعني بحب إنه شوي نكون أوعى فيه ونعرف عنه أكثر، لأنه مش آمن زي ما إحنا بنتخيل، ومش موضوع المالتيبل بريجنسيز إنه نحكي إشي منيح. مالتيبل بريجنسيز ممكن يكون في خطر كبير على صحه الام وصحه الاطفال، فيا ريت انه احنا نكون واعيين اكثر في الابروتش لنا لهالمواضيع. يعطيكم العافيه والسلام عليكم.